دعوة نفقة لابنته نفقة شاملة. وكنا رافعين ولاية تعليمية، طبعا خدنا ولاية تعليمية عشان هو ما ليش دعوة ببنته على إطلاق قول يعني. ودعاوى زيادة نفقة، زيادة مقرر نفقة موجودة، وكل أنواع الدعاوى الأحوال الشخصية مرفوعة مدمجة أي نعم عندنا، بس هي الدعاوى كلها عندنا عندنا مدني كل جنوب القاهرة، تسجيل حكم الأحوال الشخصية من محكمة حاولي بالكويت خدناه الحمد لله بقى صيغة تنفيذية نهائي، ورافعين دعاوى حبس أعلام بصيغة تنفيذية عشان ننفذ دعوتين دعوتي حبس، ومصروفات مدرسية دي متداولة مؤجل جلسة في 10/9، مصروف مدرسية من تاريخ دخول البنت المدرسة حتى الآن إطلاقا. طب تخيل لو أن الأمر توقف على إن هو لازم يدفع لبنته عشان تتعلم، كان هيطلع تطلع بدون تعليم؟ حضرتك ليه هو مش بيسأل عنها وبيدفع ليه؟ أنا ما أعرفش إسلامه وما أعرفش إيه داخلياته، لكن أنا أعتقد إن ماليش خير في دينه بهذا الشكل، أكيد ماليش خير في أي حاجة في الدنيا أكيد يعني. لكن طبعا واحد خلف تزوج ترك، مش هقول لك معلومات شخصيه قيلت قبل كده من الاستاذ نبيل وحش ومن غيره ومن غيره على قناه فضائيه انه عمل ايه في الكويت، ولا انه خد من مراته نفسها حاجات ونصب كل دي معلومات ما تهمنيش ما تعنيش انا كأنور رفاعي. انا اللي يعنيني حاله ان ستي اتطلقت من جوزها، وجوزها موجود في مصر وهو موسر وليس معسر، راجل بيتقاضى امور كبيره، مش هقول بيتمول من ايه ومغرض خالص، ولكن هو باين حالته راجل عايش في شقه في فيرموند في عنده شقه في فيرموند الدور 28، ودي شقه فندقيه مش اي حد بيمتلكها يعني، وواحد عنده قصر في بالم هيلز وهكذا، واحد ماشي بحراسه شخصيه بعربيه كبيره وسياره اخر موديل، واحد بيسهر بشكل يومي، احد نجوم مجتمعنا، احد نجوم المجتمع، وان كنت تكرهه وتحبه ولكن هو فرض نفسه على المجتمع، لان في بعض الناس اللي هو سهل لهم قيود الدين وقال لهم ما فيش قيود، الخمره ما سابتش فيها مش عارف ايه، ما بقاش الحديث الفلاني اللي بيحرم الزنا، لا الزنا ماليش حد قال اللي يعجب بعض بعض الخاطئين او بعض الخطئين، فليه جمهوره اكيد الشيطان له الشيطان له ما يؤيده، فما بالك ده مش شيطان، ده راجل شخص وبيفكر وبيقول كلام ومش بينتقد، هو بيهاجم الدين الاسلامي وبينكر السنه، واحنا وانا طول عمري مش يعني انا مهتم بديني فقط لا غير، لكن مش مهتم بالاسلام بحيري على سبيل الحصر يعني اطلاقا، ولكن هو الاكثر حد بيسمع وبيبقى عنده فجاجه في انكار ما هو ثابت في ديننا بالضروره يعني، هو اسلام بحيري الوحيد اللي بيشتم في الائمه الاربعه بشكل فج، يقول لك الكذا البخاري الكذا فلان ابو حنيفه الكذا، امر لا يتجرأ عليه حتى اللي هو غير مسلم. فانا كل قصه من الاسلام لو لما بيترك بيزودها جدا، وده امر مش ما فيش خطر على الدين ان شاء الله، الدين محفوظ بامر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن احنا عندنا دور يعني على الاقل جهد المقل ان انا اما الاقي فكره ممكن يبقى لها مريدين وشبابنا يبوظ بسببها أو يفقد دينه بسببها، لازم اقف اعفي اولادي يا اخي، على الاقل اعفي اولادي انا شخصيا كاسره، مش كده ولا ايه؟ فانا ما فيش بيني وبين حد حاجه معانا، ولكن كل اللي بيني وبينه هي القضيه المفصليه، انت راجل زوجتك جت لي هنا ودفعت اتعاب قضيه، انا مش محامي بلاغات عشان اروح اقول فلان عمل كذا بلغ النائب العام، مش شغلتي ومش طبعي. انا قضيه جت مكتبي ظلت في منتهى الصمت منذ 7 سنوات 8 سنوات النهارده، وانا صامت على الاطلاق لحد ما جه الاستاذ ايمن الدرنود الله يكرمه قال لي انا لمحت كده، مفيش تواصل تام من طرفه مع حضرتك اطلاقا.